بونجور يا جماعة، اليوم بدنا نحل الـ FM3 الإيفاليوسيون تبع الـ 2019. كنت قايل لكم من قبل إنه الـ 2019 أصعب من الـ 2018. أوكي؟ بيجينا تكست أنا وياكم إذا مركزين. بيجينا تكست هون نحن وياكم، في عنده شو على الأرمير هون؟ فاديز. تري بيان. وبيضل ماشي بيوصل للآخر. مجرد ما عنده فادياز، يعني أنا وين ممكن أكون؟ سول ماجور أمامي مينور. يا سول ماجور يا مي مينور. طيب بيجي بتطلع أنا مبلش أول أكور بمي وعم يقطع شو؟ ري شو؟ ري دياز. ري دياز. وبأي أكور خلص؟ مي سي سول مي، يعني مي سول سي. تري بيان. يعني وين خلص؟ أكور مي. أكور دو مي. يعني نو سوم أون شو؟ نو سوم أون مي مينور. عرفتوها هيدي؟ مين ما عرفتها أرجع أشرح له إياها. حدا ما فهمها؟ كلنا فهمينه. تريبي، لكن فهمنا كيف أول شيء منفكر أنا وياكم تا يمشي الحال. دونك أول سؤال بيسألونا إياه، كليلة تونالي تيدو تكست، مثل ما قلنا طلعت معنا مي مينور. إذا قالوا لكم جوستيفيه شو بتقولوا لهم؟ مين بده يقول لي؟ ايش هربي؟ يلا شربي. فاديا سور لامور. فاديا سور لامور. اكسيدونتال. تري بيان. وبشو خلص بالاخر؟ ترمين بار اكور دو مي. مي مين. تري بيان. برافو عليك. خلص. هيك بتسكتوا للاستاذ مع حبة مسك مثل ما بيقولوا، بحط لك العلامة كاملة. طيب، صرنا نعرف الكادونسات شرحناهم هذيك المرة. بس هالمرة عم بيقولوا لنا شو هن الكادونسات اللي محطوط تحتهم كروشي، كروشي مثل هيدا. إذا بنيجي بنطلع أنا وياكم هيدي الكروشي، شو الأكور الموجود هون؟ سي ري دياز فا. يعني هذا الأكور شو بالنسبة للمي مينور؟ عدوا مي أكور دو لا دومينانت، واقف على الدومينانت، طلب منك انه يقف على الدومينانت ولاحظته في وراه سي ما في وراه مي، يعني وقف هون. دونك هيدي شو بيقولوا للوقفه على السانكيام دوغري؟ دومي كادونس. دومي كادونس. فهمناها كلنا سوا؟ في حدا ما فهمها شو يعني دومي كادونس؟ بليز بهالفترة اللي ما بيفهم دغري يقول، لأن ممكن كتير يقدر يتعلم بهالشغل. أوكي كلنا فهمنا؟ نعم. طيب تاني كادونس إذا بتطلعوا مكتوب سي ري دياز سي، أوكي، ورا مي سي سول مي، يعني سينك اللي هو سانكيام دوغري مع بروميير دوغري، شو بيقولوا له بالاخر؟ ها صرنا نعرف. كادونس بارفي. كادونس بارفي. تري بيان يا حلوين، لكن صرتوا تعرفوا انه عملنا هون كادونس شو؟ بارفي. صعبين؟ لا. في شي كروشي غيرهم؟ ما في كروشي غيرهم. طيب ايش هربي؟ استاذ فيك ذكرنا شو كادونس امبارفي برك اجا. ليك ما تعذب حالك فيها الكادونس امبرفيت، لانه هيدي للاف ام 4، ما بدي اشغلكم راسكم فيها. هي مثل الكادونس بارفيت بس على شرط انه واحد من الاثنين ما يكون اليتا فوندامنتال، يعني سي ري دياز ري بتكون سي ري دياز سي، بتكون الري دياز تحت او الفا تحت، يعني منه السي والمي تحت، عاملين رونفيرسمون.
إذا بدك جواب، بس ما تفكروا فيها، مش لألكم هيدي، سنة الجاي، فهمت؟ إيش أربي؟ نعم. طيب، ديت سي لي زاكور أونكادري سون ماجور أو مينور، حكينا فيها هذيك المرة. طيب، هذا أول أكور أونكادري، شو محطوط؟ مي، صول، سي. مي للصول، أول شيء نطلع على الأرمور، في فا دياز، قاطع شي فا دياز هون؟ لا. بدي جرب أشتغل أنا وياكم، جرب أشتغل أنا وياكم بلا البيانو. مي للفا؟ إت مي. أن دومي، فا للصول؟ أن، دونك مي صول سي، أن إدمي تيرس تبعه، يعني شو بيكون الأكور؟ مينور. مينور. كلنا فهمنا؟ طيب. نعم. عندي سي ري دياز فا، سي للدو؟ نوت. دو للري؟ وري دياز؟ أن دومي. يعني صار عندي نص ونص وواحد قدي؟ ماجر. يعني دو تون تيرس دو تون، يعني هيدا كله سوا سيتان أكور شو؟ ماجر. ماجر، فهمنا؟ لهلا إذا عرفتوا هودي صار معكم دو وكاتر وتروا قدي صاروا؟ صاروا ست شو؟ ست نوت. دو كاتر وتروا سوري. سيس صاروا تسع نقطات، تسع علامات. هلا عم بيقولوا لي شغله، ديت هون اكرير. لا حدا عنده سؤال شيء؟ نعم. اكرير لا جام ميلوديك اسندون دو مي مينور. شو يعني اكور؟ شو يعني جام اسندون؟ تتذكروا؟ بس ليك شو محتلين هون، كاتب لك شو هون؟ لي دو شو؟ فا. فا، يعني إذا بدي أكتب المي بكتبها من هون أو بدي أكتبها من تحت. طيب، نحن قلنا شغلة مهمة، إنه المينور ميلوديك يشبه المينور أرمونيك، يعني عنده سنسيبل، بس شو عنده كمان بسيزيام دوغري؟ قدي لازم عليها؟ سيزيام دوغري. طيب هات هات نكتبها يمكن على رواق تفهموها. هذا الفا دياز هو طالع، وهذا الفا دياز. بدنا نبلش من المي، من هون. هذه دو ري مي، مي فا صول لا سي دو ري دو ري، وهالمي مزبوط على كل دو. ري دياز لانه قلنا مينور هارمونيك، بس نحن قلنا بما انه مينور ميلوديك اسوندون شو بيعمل هون كمان؟ شو بيعلي؟ سيزيام دوغري. تتذكروا قلت لكم السته والسبعه بنعليهم النص، نكتبهم مينور ناتورال بنعلي السته والسبعه نصاص. الدو شو بتصير؟ دو دياز. والري شو بتصير؟ ري دياز، مش هيك؟ نعم. ونرجع ننزل مي ري شو بالنزل منشيلهم كلهم، ري دو شو سي لا صول فا دياز موجودة على الأرمير ما مندق فيها مي. فهمتوا شو صار هون؟ سيزيام دوغري والستيام دوغري عليناهم نص، وبالراجعة رجعنا شلناهم. كلنا فهمنا شو يعني ميلوديك أسندان؟ مينور ميلوديك أسندان. في حدا عنده سؤال شي؟ ايو ايش أربي؟ استاذ بالراجعة عملي قبل كم جار بسألك بس كان بقطش اللي يلا هلا. لا أول أكور ما حسبنا الفاديز بالعد؟ عم تحكي أنت وعم بتعد؟
ايه لو ما هي زيتا، بس انا بنصح دائما تعدوا الاتا بيور، لانه مي للفا دياز واحد، فا دياز للسول نص، هي زيتا والسول صارت عندك اثنين، بس نحن حسبناها على المظلط، دائما لما بدك تحسب تحسب على المظلط. عرفت؟ اذا حسبت مي فا وفا سول، هي زيتا مي فا دياز وفا دياز سول، بيطلعوا اثنين. فهمت علي الفكره؟ ما بيغير شيء. عرفت شاربل؟ شاربل مي للفا دياز مش واحد؟ نعم. وفا دياز للسول نص، طلعوا شو اسمه واحد ونص، او مي للفا نص وفا للسول واحد، هي زيتا. بس دائما بالحسابات تنرجع على البيانو هون عدوا كانه مظلط، مش من المكتوب على، بس اللي مكتوب على الارمور هو للنوت. طلع انت عم تعد مي فا دياز سول، يعني مي للفا دياز واحد، فا دياز للسول نص، او مي للفا نص وفا للسول واحد، هي زيتا. بس انت الفا دياز بتاثر اذا شي نوت من هودي في عليها فا، في شي فا هون؟ اوكي هاي فهمت شو صار لكين؟ نعم. طيب نيميرو 5 بدكم تنتبهوا له، هذا نيميرو 5 فيه ريفيزيون على الرونفيرسمون، تتذكروا الرونفيرسمون؟ طيب الاكور ا او بالاحرى الانترفال ا محطوط كلي دو فا، شو هالنوت وشو هالنوت؟ بسرعه ميدو ميدو، في شيء بالفا دياز؟ مش ما فيش ضارب بالفا دياز، ميدو مي فا صول لا سي دو. اوكي شو طلع اسمه الانترفال؟ سيس مينور سيكست. كيف عرفت انه مينور؟ كيف عرفت انه مينور؟ لانه اذا بتعمل له رونفيرسمون شو بيصير؟ دومي اهين، تيرس شو؟ عم بيقول لك اكتب الرونفيرسمون تبع الميدو، هيدي دو هون. شو بيصير هون؟ بدل ميدو شو بيصير؟ شو؟ شو بيصير؟ دومي 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 سيت اون تييرس ماجور، لأنه دولار ري ان ري للمي دو، إذا ما حدا بيعرف الرونفيرسمون بتكون سيكست مينور. فهمنا؟ شو محطوط هون؟ نعم بالبي عم تسمعوني يا استاذ؟ شو محطوط؟ عجله جاوبوا علي قبل ما يروح السؤال. لامي لامي، شو اسمه اللامي؟ شو اسمه شو عائلته؟ كانت في شي مشكلة بين اللا والمي؟ كانت جوس كانت جوس. عم بيقولوا اكتبوا الرونفيرسمون تبعه لامي، شو بتصير؟ مي. فينا نكتبها تحت فينا نكتبها فوق، هيدي مي لا مي لا، هيدي مي وهيدي لا، مزبوط. طيب مي لا شو صار؟ كيف بعمل رونفيرسمون؟ 9 موان 5 والجوست الجوست شو بضل؟ جوست بدال جوست، كلنا فهمنا؟ نعم. طيب تالت اكو تالت انترفال السي محطوط هون لا ما في فا، لا شو ها؟ ريدياز لا سي دوري، لا سي دوري شو طلع؟ كانت
عد مزبوط. كارت. كارت. في شيء مشكل بين اللا والري اصلا بدون ديزه؟ لا. لا بس في وحده طلعت. يعني وحده طلعت الثانيه ما طلعت، كبرنا الكارت نص، بدل ما تكون جوست شو بتصير؟ اوغمونتي. اوغمونتي لانه عليناها نص. شفتوا؟ طيب هي لا ري ديزه، قلبوها شو بتصير؟ ريدياز لا. ريدياز لا. تري بيان. مجبور اكتب هون الدياز حد الري. طيب ناف موان كاتر. ثانك. قلبوا الاوغمونتي شو بتصير؟ ديمينيه. برافو. كلنا فهمنا؟ فهمنا ليش طلعت كارت اوغمونتي؟ ديمينيه. ليش طلعت كانت ديمينيه؟ يا عمي رح تموتني هالماوس. لحظة شوي. كانت الاوغمونتي بتصير ديمينيي. عرفتوا ليش طلعت كارت اوغمونتي؟ لأنه لاوري في إني كارت جوست حاطين على الري ري دياز، كبروا الكارت جوست نص، طلعت كارت اوغمونتي. فهمنا؟ كلنا فهمنا؟ مسيو؟ نعم. إذا ما حطوا ري دياز كان طلعت كارت جوست؟ مظبوط. ماشي. تكرم عين. طيب صرنا نعرف نحن اذا رجعتوا الالات تبع البي بي سي سترينجز وهودي والتفاصيل صرتوا تعرفوا مين الالات الباس. الالتو. التو منا باس، ما انا التو. مين الباس؟ التو. الالتو منا باس، انتبهوا. مين الالات؟ مين الباس؟ مين بيلعب نوتات عريضة؟ كونتر باس. كونتر باس. مين كمان؟ الباسون. باسون. مين كمان؟ أبو. لا. ألتو. توبا. 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 مين اللي عنده باس؟ مين الكلي تبع الباس؟ الفا. الفا. لكن هاودي لوين بيجوا؟ الفا. تحت. طيب بالفيولونات اي انسترومون بياخذ كلي دو دو ترويزيام لين؟ تذكروا. الالتو. الالتو. الالتو بس الوحيد بالاوركسترا بياخذ كلي دو دو ترويزيام لين. الاوبوا هو تحت الفلوت بدق آلات رفيعة. أو بوا. أو يعني عالي. والفيولون هو الآلة الرفيعة بآلات سترينجز. يعني هاو اثنين وين بيلعبوا؟ كلي دو سول. كلي دو سول. فهمنا؟ فهمنا ليش عملنا هاودي؟ كل شيء باس بنحط على كلي دو فا كاتريام لين. بس الألتو يعني الفيولا، الألتو يعني الفيولا بتلعب على كلي دو دو. فيولون او بوا فلوت ترومبيت مدري شو بيلعبوا على كلي دو سول. كومبري؟ وي. طيب طالبين هن ال 100 روا رجعتوا هودي شيء ولا لا؟ نعم. طيب وين ال 100 روا؟ انا بعرف انه هيدي اسمها دو روا، تحت منا سي دو فوق منا ري روا. وين بينكتب ال 100 روا بالكلي دو سول؟ فوق الري. هون مزبوط؟ فوق الري. تريبيا. هذه هيدي الميتروا. طيب نحن بنعرف بالكليدو فا انه هاي النوت اسمها فا، بس فا دو وهيدي الدو تروا. لكن الميتروا وين بتنكتب؟ هاي الدو تروا، هاي الفا دو. نحن بدنا الميتروا وين بتنكتب؟ فوق. يعني ان دو ري شو ها؟ فهمنا؟ هيك هيك بنشتغل بالفحص. هاي النوت اسمها فا دو، بنعد فا سول لا سي دو. هيدي دو تروا. كيف بكتب المي تروا؟ بعد دو ري مي. هاي المي تروا بالكلي دو فا تروازيام لين. هيك بنعمل.
اللي ما بيعرف يتعلم اليوم. حدا عنده سؤال؟ لا. مين عنده سؤال؟ أنا أستاذ. تفضل. مثلا لما أخذنا الميل الأجوي مش الميل الجراف. مسيو. يعني ما أخذنا الدو عالي مش الدو العالي. وين الدو العالي؟ يعني اللي هي بأي كلي؟ سول. كلي دو سول. ها اسمها دو تروا. اسمها دو تروا. هاي دو دو ميليو. طلب منك الميتروا بتقول دو تروا ريتروا ميتروا فاتروا سول تروا لا تروا سي تروا بتصير دو كاتر هون. فهمت؟ بتصير تاخذ مي كاتر. هو شو بده؟ تروا. مي تروا. طيب رح اقول لكم شغله عن الكلي دو دو. مطرح ما بيكون مكتوب دو شفتوا جاي على الكاتريام لين ها اسمها دو تروا. فهمنا؟ اسمه كلي دو دو بيعطينا دو تروا دائما. إذا هاد دو وين المي؟ بتعدوا دو ري مي هيدي المي تروا. فهمتوا؟ هذا درس جديد طبقناه بوقت الفحص. استاذ؟ ايه أنا ما كنت أعرف إنه كثير مش هيك هلا وقت كنت عم تحكي كيف نلاقي النوتات الدو تروا وهول الأشياء، لو أنا ما كنت أعرف كيف بنلاقي النوتات مع أرقامهم. اوكي بس افهموا شغله انه دو دو ميليو هي اسمها دو تروا تحت منها بيصيروا دو مشان هيك الفا اللي هون اسمها فا دو هاي دو اللي هون اسمها دو تروا. مهم اخذتوا شيء جديد اليوم فهمتوا؟ نعم. وكل شيء بيجي على كلي دو دو ان كان هون او هون او هون اسمه دو تروا طلعنا منها على المي تروا. فينا ننتقل للإكزرسيس سويت؟ نعم. طيب كلنا فهمنا الكليات؟ ويه. طيب مين عنده أربعة دياز؟ تتذكروا كيف عملنا الديازات؟ شو أول دياز بالسيكل ديكانت؟ فا فا دياز كفو فا دو فا دياز سول ورابع دياز سول دياز ري دياز. تري بيان. هيدا اي توناليتي بيعطينا؟ لا دياز. لا لا شو خلص بدنا اربعة. هودي اي توناليتيات بيعطونا الماجور او المينور؟ ماجور. ماجور. طيب اخر دياز هي ري. ماجور. اخر دياز هي ري. طلعوا نص من الري. مي ماجور. مي ماجور. مي ماجور. طيب. كيف بجيب الرولاتيف تبع المي ماجور؟ بدي انزل قد ايه؟ يس مينور. بنزل مي ري دو مزبوط؟ مينور. طيب من المي للري من المي للري 1 ومن الري للدو 2 انا لازم انزل 1 ادمي دونك شو اسمها التوناليتي المينور؟ دو دياز مينور. دو دياز مينور. فهمنا كيف؟ وي لأنه من المي للدو في اثنين بيطلع دو تون لازم يطلع ان تون ادمي تطلع تيارس مينور. طيب ثلاثة بمول عدوا لي اياهم سي مي مي لا سي بمول مي بمول لا بمول. نحن اتفقنا انه الافون دارنيير بمول بتكون هي التوناليتي الماجور. مين افون دارنيير؟ مي بمول. مي بمول ماجور. اوكي مي بمول ماجور. مي بمول ماجور. طيب فيكم تنزلوا تيرس مينور ويطلع لكم الجواب او تطلعوا اذا المي طلعت دو دياز المي بمول اللي هي اوطى بنص قد ايه بتطلع؟ دو مينور. ايوه. او بدي انزل من المي بمول للري نص من الري للدو واحد زبطت واحد ونص. فهمنا؟ نعم. طيب سمعتوا الموسيقى هاي اللي كانت جايتنا لدبتي؟ شو هن الالات اللي لقيتوهم؟
بدكم نسمعها سوا؟ نعم اسمعوا. طيب شو سمعتوا؟ سمعتوا شيء؟ ايه نديم؟ سيمون؟ انا لا ما سمعت. طيب في آلة عم تلعب بالصبيع، آلة هارمونيك تشبه البيانو او الجيتار بس هي منا بيانو، شو هي؟ كلافون؟ لا هارب. في آلة كثير واضحة انسترومون افون عم يلعب فيه كتير هوا مثل العصفور، مين؟ فلوت ترافيرسيير. وفي آلة عم تلعب فوق كمان، عم تلعب آلة سحب، سحب يعني سترينج سكشن، مين؟ فامي دي كورد، مين عم يلعب؟ سمعتوها؟ فيولون. اوكي اللي بيقول فيولون عم بحسبها صح، بس هي فيولا يعني التو، لانه بتنزل شوي اكثر من الفيولون، بس اللي كان عم بيحطها فيولون كنت عم بحسب له اياها صح. حدا عنده سؤال شيء على هول الاشياء اللي قطعوا بال 2019؟ بس انا حطيتها فيولون. ايه هي فيولا، بس انا اللي حط لي فيولون بوقت حسبتها صح لانه ما كثير بيفرقوا الاصوات. مسيو وي انت بعت شيء الموسيقى على الجروب؟ مزبوط، بعت الموسيقى على المودل، هي الموسيقى تبع الفحص 2018 طلعت لل 2019. يعني هي الاوديو تبع 2018 هي 2019 لانه طلعت لل 2019. ايه طلعت لل 2019. اوكي حدا عنده سؤال على الاشياء التيوريك اللي قطعت؟ شو؟ شو قلت استاذ؟ حدا عنده سؤال على الاشياء اللي قطعت تيوريك تبع 2019؟ لا. طيب رح ابقى ابعث لكم ال 2017 وتجربوا تحلوا، هذا صعب كان، إذا قدرتوا تحلوا هذا رح تقدروا تنجحوا بإذن الله. أوكي؟ نعم. يلا، هلا سومين بروشين إذا ما حدا عنده ولا سؤال. ما سمعت يا أستاذ، ارجع عيد. أستاذ لانه اذا نجحنا بعرفنا نعمل واحد هي هو 2017 او 2019 هو اللي صعب، هذا اللي صعب. اذا عرفتوا تعملوه يعني انتم كثير شاطرين. طيب يا استاذ راح ابعث لكم تسجيل تبع الفيديو. اوكي اوكي يلا باي 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 استاذ.